فاضل لنا بس شوية مسج قبل ما ننقل للحل على طول. فاضل لنا بالظبط 10 مسج. هنبتدي بأول واحدة add all وبتاخد list. يعني ايه؟ يعني لو عندي مثلا list A فيها 1 و 2 و 3 وعندي list B فيها 4 5 و 6 مثلا، عايزين نحط ال 4 5 6 تحت ال 1 2 3. هناخد ال A عشان دي اللي احنا هنغير فيها وهنزود عليها، هنحط add all اللي في list B. هيطلع ال result ان احنا هيبقى عندنا ال list A فيها 1 2 3 4 5 6. عندنا بقى نفس الحاجة بس add all وبتاخد index و list. يعني say مثلا انا عندي عايزة احط ال 4 5 6 مثلا من ال index 1. عندي هنا هحط في ال index 1 واشفت ال 3 تحت، فهتبقى 1 هنا واحط ال list B، هتبقى ال result بتاعتي ال A 1 4 5 6 2 3. حلو، اذا كده خلصنا من اول اتنين. فاضل لنا contains و contains all. say انا عندي هنا في ال B بدل 4 5 6 عندي 1 5 6. عايزة بقى اشوف هل ال A او ال B، هيا في B B، هل بال contains ال 1 دلوقتي؟ اه، فهيرجع لي true. خلي بالكو ال contains و contains all وال equal التلاتة دولت بيرجعوا boolean، بتبقى return method وبترجع boolean يا true يا false. تمام، فاحنا هنا شفنا عملنا تشيك على 1 هل البي بيك كونتين ال 1 هترجع لك ترو، اذروايز هترجع لك الفولس. تمام، في بقى كونتينز اول، ودي ساعات بتلخبط قوي من ايكوالز. لو انا قلت هل البي بيك كونتين اول الاي، يعني ايه؟ يعني هل البي بتكونتين كل الاليمنت اللي في ايه؟ يعني هل ال 1 2 3 كلهم بيكزيستوا في الليسته بتاعه البي؟ هيرجع لك فولس. امال امتى تبقى ترو؟ لو انا في الليسته الطويله العريضه دي بتاعه بي لقيت فيه 3 و2 كمان مهما كان الترتيب، المهم ان ال 1 يبقى موجود، 2 تبقى موجوده، 3 تبقى موجوده، وكلهم الاليمنتس بتوعي. حلو، امال ايه الايكوال؟ الايكوال لو التو ليست ايكوال بعض في الاليمنتس بالظبط، مفيش واحده فيها اليمنت زياده عن التاني. يعني احنا دلوقتي لو قلنا هل البي بت ايكوال الاي هيرجع لي فولس. امتى تبقى ايكوال الاي؟ لو مفيش الفايف والسكس دول اصلا، والاري كلها مقتصره على 1 2 3 و 1 2 3. نيجي بقى للاست اندكس اوف، ودي عكس تماما الاندكس اوف. يعني احنا كان عندنا الاندكس اوف كنت بتديله الفاليو وبيقول لك ده موجود في انهي اندكس. طب هي ازاي عكسها؟ هتطلع لك نفس الريزلت لو الفاليو موجود مره واحده بس، لكن لو الفاليو متكرر مرتين اندكس اوف هتديك اول مره الرقم ظهر، واللاست اندكس هتديك اخر مره الرقم ظهر. يعني هتلاقي الاندكس اوف بتاخد الاري من اولها، تاخد الليست من اولها، واللاست اندكس بتاخد الليست تعمل عليها سيرش من الاخر للاول. في بقى ريموف اول وريتين اول، نعمل بس تشيك على اللي احنا خلصناه. الريموف اول مش كلير،
انا بس نسيت اقول حاجه عن اللاست اندكس والاندكس اوف، ان انت لو الفاليو ده مش موجود في الليسته بيرجع لك نيجاتيف 1 از ان هو موجود في الاندكس اللي هو نيجاتيف 1، وده اصلا مش بيبقى موجود في اي اراي ليست. فهو بيفهمك يعني باللغه بتاعته ان الفاليو ده مش موجود في الاراي ليست اصلا. نرجع للريموف اول. زي ما قلنا الريموف اول مش شبه الكلير، الكلير بتمسح كل حاجه موجوده عندك في الاراي ليست، انما الريموف اول انت بتقارن لسته بلسته وبتمسح كل حاجه ان كومن. ندي اكزامبل، لو انا عندي list A و list B 1 2 3 4، وهنا انا عندي 3 4 5 6، تمام. وقلنا مثلا هي A انا عايزة امسح كل اللي متكرر فيكي في B، فاحنا هنعمل A remove all elements found in B، تمام. هيطلع الريزلت اللي هو ال A هيبقى عبارة عن 1 و 2، تمام. في بقى retain all، وهي عكس ريموف اول. احنا في الريموف اول كنا بنمسح الحاجات الانكومن، لا ريتين اول العكس، بتمسح كل حاجة مش انكومن. يعني هي بالاختصار يعني هي بتطلع الكومن ما بين A و B. يعني في الريتين اول لو عملنا هنا تحت in A dot retain all B هتطلع الليست عندنا الريزلت هي ال A فيها ال 3 وال 4، تمام. في بقى ما قبل الاخير السب ليست. السب ليست دي ان انت بيبقى عندك array طويلة عريضة كده اهو، وبتبقى مثلا مش عايزها كلها، عايز مثلا حتة منها. يعني انت مثلا عندك كده مثلا array list فيها s t a r s مثلا، وده رقم الانتكسس بتاعته. فانت مثلا بتقول انا عايز السب ليست من تو مثلا لحد فور. خلي بالنا ان دي بتبقى انكلوسيف ودي اكسكلوسيف، يعني انا ببتدي العد من هنا الى ما قبل الفور. يعني انا هعد تو واخد السرية اشوف الفور واقول لا مش عايزاك، فهيبقى السب ليست بتاعتي عبارة عن A R. حلو، ادي دي السب ليست. تو اراي بقى دي ان انت بتحول السب الاراي ليست لاراي وبتعملها معاملة الاراي بعد كده بالمسج اللي انت اخدتها في الترم الاول كلها. وبكده نكون خلصنا المسج كلها بتاعت الاراي ليست، ونبتدي نحل مع بعض.